أجرى مدافع نادي الهلال علي البليهي مساء الأمس عملية جراحية في يده اليمنى بعد سقوط باب زجاجي على يده، أدى إلى دخول قطع من الزجاج، دعت إلى تدخل جراحي مساء الأمس. الزميل حسام المحمود زار اللاعب علي البليهي بعد العملية متطمنا على صحته. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، مبروك لجمهورنا، ثلاث نقاط مهمة، اللهم لك الحمد والشكر. بالنسبة للي صار، خلصنا المباراة، دخلت غرفة الملابس، تحممت، طاح علي الباب، تكسر القزاز، ما أدري صراحة، ما أدري، بس الحمد لله على كل حال. العيال كلهم مستخدمينه نفس الحمام، بس أنا يوم دخلت ما أدري على وشك خلاص بطلع أنا إلا انكسر القزاز كامل، مع أني ما لمسته بس تكسر. طاح عليك يعني الباب؟ لا طاح تحتي، أنا وخرت عنه شوي وطاح تحتي يعني. وين جتك الجروح؟ أكثر شيء تحت وتحت في الرجول، بس إن القوي كان اللي في الإيد. وش القوة فيه؟ وش يعني كيف صار قوي يعني؟ وش موضع الجرح؟ عند الأصبع هو انقطع اي المنطقة هذه هنا. لا هنا انقطع الوتر نسبة 90، فيقول لي الدكتور يعني الله حابك ان لم بقي لك حاجة بسيطة، فلحقني عليه ورجعه والحمد لله على كل حال. لا والله رجعت من المطار وشغلت سيارتي ورحت البيت، قلت بشيك من بكرة، لا نفس اليوم طلعت من المطار على طول على المستشفى، قلت بشيك على أموري وزي كذا، تعرف قزاز ممكن تكون فيه قزازة بالغلط بعد شيء، فالحمد لله رجعت وطمأنوني يعني على وضعي، بس إنه كان الجرح هذا هو اللي كان يستدعي عملية، وافقت على العملية أنا وسويتها اليوم الساعة 11 والحمد لله تكلت بالنجاح. أحب أطمئن الجمهور ودعواتهم لي إن شاء الله، ما أحب الإصابات، فهذه أنا ما أعتبرها إصابة داخل الملعب، علشان كذا أنا برجع إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله، أني برجع في أقرب وقت. تحتاج أسبوع أسبوعين أقل إن شاء الله، نقول إن شاء الله. ما أشكك في حبهم لي، ومو شيء غريب عليهم، مهما عاتبوني يبقون يحبون البليهي والبليهي يحبهم، وصح ممكن أنا يعني انخفض مستواي الفترة الأخيرة، بس اني اوعدهم ان شاء الله بالقادم انه يكون اجمل، احتاج وقفتهم معي. هذه نسميها استراحه محارب. استراحه محارب قليله يعني مش طويله. الله يسعدكم يعطيكم العافيه، وسلم لي على وليد، وما تقصرون ان شاء الله. موفق ان شاء الله حبيبي، الله يسعدك.